بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الملك والأهلي والكتابة كل ما يكتب عنه. اتفقنا واختلفنا مع المكتوب وليس مع الكاتب. تعاملنا مع الموضوع وليس مع الأشخاص. هو برنامج مضمونه وقائم على الدفاع عن حقوق النادي الأهلي، ولكنه ليس في ذات الوقت المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي. عايزين نحط بعض النقاط على الحروف، لأن بعد المكالمة اللي تفضل بيها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي في نهاية الحلقة الماضية حصل نوع من الخلط الشديد، وناس كتير بتسألنا هو إيه الحكاية، ومتصورين دي مشكلة، يعني مع أنها كبد الحقيقة، الرجل أصاب كبد الحقيقة، المتحدث الرسمي عن النادي الأهلي والأستاذ شريف فؤاد. طب إحنا مين؟ إحنا برنامج معني بصالح النادي الأهلي، إحنا إعلام يقاتل من أجل النادي الأهلي والدفاع عن حقوقه. لسنا تابعين لأشخاص، ولسنا متحاملين على أحد ولا مجاملين لأحد. ندعم القائمين على شأن النادي الأهلي من منظور مصلحة الأهلي وواجب هذا البرنامج، بدليل البيت الأبيض له متحدث، ولكن هناك إعلام قوي يساند وقد ينتقد في بعض الأحيان. رئاسة الجمهورية لها متحدث رسمي، رئاسة الوزراء لها متحدث رسمي، البرلمان له متحدث رسمي، ويبقى الإعلام المقتنع والمساند يلعب دوره الوطني في المؤازرة والمساندة. فاللي بيتقال هنا على مسؤوليتنا، هذه وجهة نظرنا ورؤيتنا للأحداث، ولكنها والحمد لله حتى الآن تتسق وتتطابق مع وجهة النظر الرسمية، فما فيش خلاف، ومحدش يسعى إلا أنه ينتهز الفرصة ويقول لك إزاي عدل يقبل وإزاي مش عارف مين يقول. لا، عدل يقبل، لأن هذه هي الحقيقة، والحقيقة لما اتقالت كده بالطريقة دي رفعت عن كاهلنا عبء كبير. الناس بقى آن الأوان تشوف إن إحنا لا نمثل أحد بشكل رسمي، ولكننا إعلام النادي الأهلي الذي يدافع عن حقوقه ويساند إدارته، طالما كلنا نسير في اتجاه مصلحة الأهلي.